حلو جدا. طيب دي الاسئله اللي هي بتبقى في الاول علشان بس الناس وهي بتتفرج علينا تبقى فاهمه احنا بنتكلم في الايه. هنا بقى هرجع للسؤال اللي يروح لدكتور جيهان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء. من امبارح للنهارده انتوا شايفين ايه يا دكتور؟ شايفين المسار ماشي ازاي؟ الكلمات اللي بتتقال، الاختلافات في الرأي، الاتفاقات في الرؤى الى اخره. الحقيقة هو امبارح طبعا كانت الجلسات كلها بتاعة السياسات الاقتصادية الكلية. يعني احنا كنا بنتكلم في السياسة المالية، السياسة النقدية، المؤشرات، الاصلاحات الهيكلية، والجلسات كلها كانت جلسات متسقة جدا مع بعضها. لان لما بنتكلم على العرض مثلا بتاع دولة رئيس الوزراء، هو يمكن انتهى العرض بانه بيتكلم على تحديات بيواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وان احنا في بنطرح التحديات دي في المؤتمر عشان نصل فيها الى حلول او مقترحات. تلاها الجلسة اللي كانت بترأسها السيدة وزيرة التخطيط كلمتنا عن الإصلاحات الهيكلية. الإصلاحات الهيكلية من شأنها إن هي بتبص الهيكل الاقتصاد ككل، وتبتدي تشتغل على قطاعات، وتبتدي تشتغل على تمكين القطاع الخاص، وتشتغل على سوق العمل، علشان نقدر إن احنا نواجه التحديات اللي كان طرحها السيد رئيس الوزراء في الجلسة اللي بعدها. بعدين الجلسة بتاعة السياسة المالية هي بتقول لنا إزاي السياسة المالية هتتسق مع الإصلاحات الهيكلية. بعدين الجلسة بتاعة السياسة النقدية بتتكلم إنه إزاي السياسة النقدية هتكون متسقة مع الإصلاحات الهيكلية. فاليوم كله مبارح كان سياسات اقتصادية كلية، اللي هي المفروض في الآخر هتؤدي إلى أنه إحنا نواجه التحديات اللي عندنا، وبالتالي نقوم بعملية الإصلاحات الهيكلية. الرؤى والآراء اللي موجودة في كل جلسة من الجلسات تم مراعاة أنه الجلسات تبقى احتوائية وفيها تنوع من الاقتصاديين ومن الخبراء ومن القطاع الخاص ومن البرلمانيين، علشان نشوف أكتر من رؤية وأكتر من وجهة نظر، ما يبقاش منظور أحادي فقط أو النظرة اللي بتنظر إليها الحكومة أو فريق العمل اللي موجود. فرعينا أنه يكون عندنا تنوع واختلاف. النهاردة بقى الجلسات أو الموضوع كله كان تمكين القطاع الخاص. احنا مؤمنين جدا انه الاستثمارات وخلق فرص العمل لا يمكن ان تقوم بها الدولة لوحدها، لازم القطاع الخاص يكون معنا. فالثيم النهاردة كان القطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص. ابتدينا الجلسات بجلسة الاستراتيجية، أسفة، وثيقة ملكية الدولة. ووثيقة ملكية الدولة يعني حضراتكم كلكم عارفين انه هي طرحت في شهر 5 اللي فات، وكان في عليها حوار مجتمعي، وتعمل عليها جلسات عمل موسعة وجلسات عمل متخصصة. جلسات العمل دي كانت تقريبا 40 جلسة عمل و1000 مشارك في هذه الجلسات، ولقت بعض التوصيات هذه جلسات العمل، واتعمل تحديث للنسخة اللي أطلقها السيد رئيس الوزراء في شهر 5. والنهاردة كانت النسخة المحدثة، كنا بنتكلم في عرض للنسخة المحدثة لوثيقة ملكية الدولة. في الجلسة دي الحقيقة كانت جلسة يعني ممتعة جدا، لأنه كان فيها تناسق. يعني في فرق ما بين كلمة يعني تنوع وتناسق، هو كان فيها تنوع بس كان في اتساق، لكنه كان تنوع متناسق مع بعض بالضبط كده. فاحنا الحقيقة كان ابتدى يمكن عرض من السيد نائب وزير المالية للوثيقة وآخر مستجدات الوثيقة، وبعدين تلا عرض من السيد رئيس جهاز حماية المنافسة كان بيتكلم عن الحياد التنافسي، لأنه عشان نتكلم عن تمكين القطاع الخاص لازم يكون في عندنا منافسة، ولازم تكون المنافسة حيادية ما بين كل الأطراف وكل اللاعبين. اتكلم عن اللجنة العليا للحياد التنافسي اللي بيرأسها السيد رئيس الوزراء، وعن دور الجهاز في هذه اللجنة كمقرر. بعد كده استمعنا لرؤى القطاع الخاص، فكان معنا المجالس التصديرية، استمعنا إلى سوق المال ورؤية سوق المال للوثيقة، استمعنا لبعض النقاط في عملية آلية التخارج أو آلية الإفساح الطريق للقطاع الخاص، من إن احنا محتاجين نوسع قاعدة الملكية، محتاجين إن احنا ندور على مستثمر استراتيجي. فابتدينا نتكلم تكنيك كلي في آلية التخارج اللي الدولة بتنظر إليها عشان تمكن القطاع الخاص وتزود دور. فكانت جلسة الحقيقة مثمرة جدا، وكان فيها زي ما قلت لحضرتك تنوع في الآراء، وكان فيها تنوع في وجهات النظر، وبالتالي خلصنا منها لبعض الرتوش أو الملامح اللي محتاجين إن احنا نضيفها للوثيقة دي استعدادا لإطلاقها إن شاء الله. تلا هذه الجلسة جلسة أخرى مهمة أيضا، لأنه برضو احنا بنتكلم عن التمكين القطاع الخاص، بس دلوقتي علشان القطاع الخاص يمكن محتاج تمويل. فكانت الجلسة الثانية برئاسة السيدة وزيرة التعاون الدولي،
وكنا بنتكلم عن مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات التنموية، ويمكن السيد رئيس الوزراء كان بيتكلم مع السيدة وزيرة التعاون الدولي في أنه إحنا بنوفر للقطاع الخاص تمويل دولي أو تمويل من مؤسسات دولية علشان نمكنهم من عملية المشاركة في الاقتصاد، لأن إحنا دلوقتي زي ما حضرتك عارف أنه أسعار الفايدة عالميا مرتفعة، وعملية الرؤوس الأموال مش سهلة أنها يتم جذبها في الوقت الحالي، إلا أنه وجود هذه المؤسسات الدولية معانا النهاردة في المناقشات وفي الحوار بيبين للقطاع الخاص جدية الدولة في أنها تجد الشركاء التنمية معانا في عملية تمويل التنمية. بعد كده عندنا جلسات بقى قطاعية، جلسات القطاعية كان فيها جلسة الصحة، جلسة التعليم، جلسة التكنولوجيا المعلومات، النقل، الزراعة، السياحة. والحقيقة معظم هذه الجلسات كانت بتتكلم على المستهدفات اللي عايزة توصل لها، وعلشان توصل إلى هذه المستهدفات يبقى لازم يكون في استثمارات، فكنا أيضا بنتكلم عن شراكة القطاع الخاص مع الدولة أو القطاع العام علشان نحصل على الاستثمارات اللي مطلوبة. في الصحة مثلا في يعني مجال كبير جدا للاستثمار في الصحة، والاستثمارات في الصحة دي مش هتقوم بيها الدولة فقط، ويمكن السيد رئيس الوزراء وجه في جلسة الصحة انه في مستشفيات كتير جدا بنتها الدولة لكن مستعدة انها تشارك القطاع الخاص بالإدارة، فالقطاع الخاص يدخل يدير هذه المستشفيات، والدولة كانت ضخت استثمارات في هذه المستشفيات ولكن الإدارة ممكن تكون موجودة للقطاع الخاص. تكنولوجيا المعلومات ايضا كانت جلسة مهمة جدا وخرجت بتوصيات عديدة، النقل، فكانت دي الجلسات القطاعية. كان عندنا جلسة برضو مهمة بتاعت الصندوق السيادي. أيوة. ودور الصندوق السيادي في الكراودينج إن، إن أنا أدخل معايا القطاع الخاص أو إن أنا أدخل مستثمري القطاع الخاص في شراكات مع الدولة وتعظيم الأصول، قيمة أصول الدولة. وفي النهاية كان عندنا الجلسة بتاعة سوق المال، لأنه حضرتك لو بتتكلم على تمكين القطاع الخاص يبقى وانس إن إحنا عملنا استثمارات بعد شوية عايزين نتوسع، يبقى محتاجين سوق المال ومحتاجين البورصة ومحتاجين إن إحنا يكون في عندنا طروحات، وتم الكلام عن الطروحات وعن توسيع قاعدة الملكية والإجراءات اللي الرقابة المالية بتشتغل عليها علشان تخلي سوق المال جاذب وفعال. فاليوم كان يوم كل جلساته تقريبا متسقة مع بعضها بتصب في السيم في الآخر إزاي القطاع الخاص يكون فاعل، وإزاي القطاع الخاص يكون ممكن، وإزاي القطاع الخاص يكون عنده القدرة إنه يشارك في الإنتاج وإنه هو يشارك في خلق فرص العمل.